نختم الجولة من آخر لحظة، ومنها نقرأ مبادرة شاملة لإصلاح الاقتصاد يطلق اتحاد أصحاب العمل غدا المبادرة القومية لأصحاب العمل لإصلاح الاقتصاد خلال مرحلة الانتقال بحضور رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري. وقال الأمين العام للاتحاد بالإنابة رئيس لجنة إعداد المبادرة دكتور عباس علي السيد في تصريح صحفي أمس أن الخطوة تأتي في إطار الجهود القومية للاتحاد وحرص القطاع الخاص على الدفع بمبادرات لدعم مرحلة التغيير التي شهدتها البلاد خاصة على الصعيد الاقتصادي، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن برنامجا تفصيليا دون أن تكون مطلبية، كما أشار إلى ارتكازها على أسس علمية لتجاوز أخطاء وتخبط السياسات والإجراءات الاقتصادية التي كانت سائدة. هل نتوقع نتائج من 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 هذه المبادرة في الاتجاه الصحيح، وخصوصا أن القطاع الخاص هو قطاع مهم جدا في عملية إصلاح الاقتصاد الوطني؟ والله في البداية أول حاجة خلينا يعني نلقي تحية وإشادة كبيرة جدا لهذه المبادرة والقائمين عليها في القطاع الخاص، يعني حقيقة مبادرة مهمة ويشكروا عليها، وأعتقد أنه لا بد أن تنظر عليها السلطة القائمة الآن وحتى السلطة التي ستتأسس لإدارة الفترة الانتقالية. فأصلا موضوع القطاع الخاص شريك حقيقي وشريك أصيل، في يفترض أن يكون شريك حقيقي وشريك أصيل في إدارة كل الشأن الاقتصادي، وهذا توجه عالمي يعني منذ عدة عقود، يعني هذه الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام هذا توجه عالمي يعني. وأعتقد أنه يعني لا بد من هذه الخطوة أن يتم بناء هذه الشراكة. القطاع الخاص مهم جدا للتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، لا بد أن تستصحب رؤاه وآراءه وتتم مشاورته في كل الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي ستتم. فأعتقد أنها خطوة أولى. أنا غير معني طبعا بالتفاصيل، لم نطلع على تفاصيل هذه المبادرة، لكن نتحدث بشكل عام حولها وحول أهميتها. لكن المؤكد أن هذه المبادرة توفر عليها أن القطاع الخاص استعان بخبراء اقتصاديين. طيب تخبط السياسات وتضارب الإجراءات وتعقيد الإجراءات والفساد والرشوة، يعني كل ذلك كان من أهم معوقات أو من أهم أبواب نفوق الاقتصاد السوداني. برأيك يعني دور اتحاد أصحاب العمل في هذه العمليات الإجرائية والترتيب لشكلية الإجراءات التي يمكن أن تدير العملية؟ هو من الواضح جدا أن المبادرة شاملة والمبادرة كاملة، يعني استوعبت وحوت جميع الجوانب الاقتصادية والمالية، وتوقفت عند هذه الأخطاء والسياسات وتضارب السياسات وتقاطعها وهكذا. مؤكد جدا أن هؤلاء المعنيين في القطاع الخاص ومعهم الخبراء وأساتذة الاقتصاد في جامعات وغيرها الذين استعانوا بهم، أكيد من المؤكد أنهم تنبهوا لذلك. ولم نطلع على تفاصيل هذه المبادرة الذي يعني ذكر أنها جاءت بالتفصيل، وهي ليست مطلبية وإنما تهدف لإنقاذ الاقتصاد وبناء شراكة حقيقية لعملية التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية في البلاد. نعم، الأستاذ حيدر المكاشفي الكاتب الصحفي المحلل السياسي، شكرا لك. شكرا جزيلا أستاذ.